حبيبتي في أشد العقاب. ولدي يا ولدي لن أقوم بواجبي، تعاقبني معلمتي في أشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم.